الفرق دايما بتحاول تقدم افضل ما عندها، حتى لو الفريق ما بيبقاش في اجهز حالاته الفنيه او في التوب فورم الا بعد فتره وبعد عدد من المباريات، لكن بتبقى الروح القتاليه عاليه جدا، لان كل فريق بيشوف ان دي فتره ممكن يضمن من خلالها انه بنسبه كبيره يقرب من هدفه في الدوري، سواء كان المنافسه على اللقب او ترتيب معين اداره هذا النادي او ذاك بتطلبه من الجهاز الفني واللاعبين، وبيكون امر متفق عليه حتى لو مش مشروط عليه في التعاقد رسميا. وايضا النصر للتعدين بيشكو طبعا بعض الجهات في خلافات وفي شكاوى للنيابه بعد التوقيع للمصري. تمت الشكوى او وجهت الشكوى من النصر للتعدين بشان هذا اللاعب ايزي ايميكا بعد التوقيع للنادي المصري، وتقدم عمرو التوخي رئيس نادي النصر للتعدين بهذه الشكوى رسميا للنيابه، حملت رقم 7946 ضد هذا اللاعب النيجيري اللي وقع على عقود الانضمام للمصري البورسعيدي. وقدم التوخي مذكره للنيابه بتحمل شكوى ضد كل من اللاعب النيجيري ايزي ايميكا ووكيله نادر السيد ووكيله غير المعتمد ايضا، وبالإضافة لرئيس لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة والنادي المصري البورسعيدي والموظف الإداري بنادي النصر للتعدين ومسؤول السيستم في نادي النصر للتعدين. وحننتهي إلى أو حنتابع في الأيام الجاية ما تصل إليه أو تنتهي إليه هذه الشكاوى والقرارات أو النظر إليها وأي جهة هيثبت أنها صاحبة الحق في هذا الخلاف. توقفنا مع مجموعة كمان من الأخبار المتعلقة بالمسابقة بشكل عام وبانطلاق أو التحضير في الأيام الأخيرة اللي هتسبق انطلاق الدوري الممتاز، اللي بيؤكد كل المسؤولين في اتحاد الكرة أنه هيكون استثنائي وأنه عليهم أعباء ضخمة جدا نظرا لضيق الوقت. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. مساء الخير يا أستاذ عامر. الخير أحمد، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. انا اسعد والله، شرف ليا. كابتن عامر، يا ريت تقول لنا سريعا، معلش هنطلب منك تكرر لنا ده عشان الجمهور يبقى بس مستوعب الفكره، انكم قلتوا اكتر من مره على لسان حضرتك وغيرك من المسؤولين في الاتحاد ان هذا الموسم استثنائي جدا وان في ضغوط كبيره قوي على اتحاد الكوره، عايزين نوضح للناس ليه الموسم ده تحديدا. ان الاتحاد الافريقي هو اول ما اعلن ان الموسم ده مرحله انتقاليه، اعلن من سنه الكلام دوت علشان يبقى البطولتين الانديه ابطال الدوري والكونفدراليه يبقوا شهر 8 لغايه شهر 5 تبقى للاجنده زي الدوريات الاوروبيه كلها، بطوله اوروبا. والناحيه الثانيه عمل بطوله امم افريقيا حضرتك عارف من سنه ان هو خلاها في الصيف ما بقتش في يناير عشان تبقى بعد بطولات الدوري بالنسبه لنا. فبالتالي هم موضوعين او مرحلتين الاتحاد الافريقي عملهم في موسم واحد اللي هو الموسم ده. يعني احنا الموسم اللي فيه مباراه الاهلي ومباراه الاهلي والمصري الموسم اللي فات بطوله افريقيا اللي هو هيكملها تنتهي شهر 11، الاتحاد الافريقي عمل الجديده قبل ما تنتهي البطوله دي شهر 11 بقى، وقال ان هو اللي هيوصل للنهائي مش هيلعب الدور ال 32، يلعب الدوري المجموعات على طول عشان مدخل بطوله على طول. فبالتالي عدد المباريات اللي بيلعبه الاتحاد الافريقي اللي هو 18 مباراه تقريبا اللي كان بيلعبها من شهر 2 تخلص شهر 11 وبعدها كاس العالم للانديه شهر 12 هيعملها في 6 شهور من شهر 11 لشهر 5 ضغطها. فبالتالي عدد المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي والنادي المصري اللي هم مشاركين في البطوله بتاعت الموسم اللي فات والموسم الجديد مع النادي الاهلي المشارك في البطوله العربيه، يبقى مجموع عدد المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي ان شاء الله لو وصل للنهائي في البطولات ديت يوصل ل 73 مباراه. 73 مباراه تخيل عدد طبعا غير طبيعي. عدد ضخم جدا. خمس مباريات للمنتخب الوطني الاول اجنده رسميه لتصفيات امم افريقيا اللي هي الموسم اللي جاي اللي هتتعمل في شهر 6. فطبعا عدد كبير من المباريات خصوصا ان المنتخب هيبدا عنده مباراه في شهر 9 بتاعت النايجر، عنده مباراه في شهر 10 سويسلاند ذهاب وعوده، مباراتين في 8 ايام. تصفيات الامم الافريقيه. وفي شهر 11 عنده مباراه تونس من يوم 12 ل 20 اجنده، والمباراه الاخيره الخامسه بتاعت النيجر في شهر 3 من 18 ل 26. طيب كابتن عامر، هل متفائلين مع الضغوط دي كلها اللي شرحتها لنا دلوقتي انكم هتقدروا تديروا النسخه دي من الدوري بشكل جيد؟ هل اعديتوا انتهيتوا من اعداد كل التفاصيل ولا قلتوا نعلن عن موعد البدء وتبداوا ويحصل بعد كده تباديل وتوافيق والبطوله مستمره؟ بصراحه لا، التبادل والتوافيق بتحصل بناء على مشوار الانديه المشاركه في البطولات. يعني احنا حضرتك دلوقتي وانت بتحط الجدول دلوقتي انت حضرتك عارف الاهلي هيعمل ايه، هيوصل للنهائي ولا هيخرج من الدور؟ لا ما تعرفوش طبعا.
حضرتك عارف المصري هيعمل ايه؟ محدش يعرف برضه. حضرتك عارف الموسم الجديد او البطوله الجديده النسخه الجديده في بطوله افريقيا شهر 11. حضرتك عارف في انديه بتلعب في الدور التمهيدي، الاتحاد الافريقي ما اعلنش لغايه دلوقتي عنها، مين هيلعب في التمهيدي؟ مين هيلعب ال 32؟ فده بيفرض عليكم اعاده ترتيب بعض المواعيد وحسابات ثانيه. طبعا بيحصل مؤجلات، بس المؤجلات انت مش عامل عددها لغايه دلوقتي، ما تعرفهاش وانت بتحط المسابقه. بالتالي في حاجه ثانيه، الاتحاد الافريقي بيقول لك اللي يخسر من ابطال الدوري بيلعب الملحق الافريقي مع الفائزين من الكونفدراليه. انت مش عارف مين اللي هيخسر، مين اللي هيخسر وهيلعب من الملحق، وده يفرق معاك مباراتين، ومين اللي هيوصل على طول على دوري المجموعات. طيب كابتن عامر بتستقبله معاك، اتفضل. هيوصل النهائي، هيوصل النهائي في البطوله الافريقيه، ما يلعبش الدور ال 32، يخش على دوري المجموعات على طول. فلازم تعرف الاهلي هيعمل ايه. فده كله مؤثر في ترتيباته في جدول البطوله. كل ديت بعدد مباريات ومؤجلات، موضوع مش سهل. اوروبا سهله في ايه بقى؟ انه بيلعب سبت وحد البطوله بتاعته الدوريات كلها. كويس؟ بعدين بيعمل اوروبا ثلاث واربع وسط الاسبوع. فاللي هو اللي خرج خلاص، هو بيلعب مثبت جدوله. لانك الفرق ايه؟ انه بيروح ساعتين يلعب ويرجع. طيب كابتن عامر، عايز اسالك على حاجه مهمه. طيران بتستقبله ازاي لما بتسمعوا ان في صحفي عمل مداخله في قناه، اي قناه رياضيه، وهاجم اتحاد الكوره وقال يا جماعه احنا بنلاقي اتحاد الكوره بيشتغل كل موسم في الايام اللي بتسبق الموسم كانه ما كانش عارف ان في دوري هيبدا في المعدة، وكل التفاصيل اللي اكيد حضرتك والمسؤولين في الاتحاد سمعتوه اكتر من مره. هل شايف ان ده كلام في تجني على الاتحاد؟ هل في مواقف متعمده ضد الاتحاد، ولا بتجد بقدر ما انكم بتبداوا تحضير متاخر شويه عن المتعارف عليه او اللي المفروض يحصل؟ انا من قبل الموسم اللي فات ما ينتهي بشهر قلنا هنبدا الدوري في اوائل 8 1 8 3 8 على حسب كان المباريات بتاعت البطوله العربيه تتحدد امتى. فبالتالي احنا محددين بدايه الموسم من السنه اللي فاتت. لما الاتحاد الافريقي شهر 5 مطلع الاجنده وقال في مرحله انتقاليه من سنه، انما ما قالش هتبدا امتى والاجنده امتى والمواعيد امتى هيحددها. فبالتالي طبعا لا، الموضوع صعب. وبعدين نمره 2، والله الجدول موجود، الاجنده موجوده، وعدد المباريات اللي بيقول حضرتك عليه 73 مباراه مثلا للنادي الاهلي. لو عايز تلعب اربع مباريات في الشهر او خمس مباريات في الشهر، اضربهم في كم يوم يعملوا كم شهر، هتبقى محتاج 13 شهر 14 شهر. صحيح. المفروض اللي بينكد يقول الكلام دوت، يعرف ان ظروفنا مختلفه عن البطولات الاوروبيه، ما تقدرش تقارن بين النادي الاهلي مثلا هيروح يلعب بره عايز اربع ايام خمس ايام قبلها، لان هناك ما فيش طيران منتظم في بلد معينه. بينزل نيجيريا بياخد ثلاث ساعات اتوبيس عشان يروح البلد اللي هيلعب فيها. عشان الطيران الداخلي مش فده احيانا بيخليكوا تدوا له فتره توقفات بالنسبه له او غياب عن الدوري لمده اسبوع كامل عشان مباراه واحده. حضرتك لما الاتحاد الافريقي يلعب مباراه جمعه وسبت ويحط بعدها جمعه وسبت ثاني، هيلعب في وسط الاسبوع امتى؟ مفهوم. يلعب يروح ساعتين يلعب ويرجع. وضحت. في افريقيا بيقول لك 17 ساعه طيران. وضحت وجهه النظر يا كابتن عامر. بقى اننا قبل ما نختتم الحديث معاك نسالك عن رايك في كل ما يثار عن رغبه الراي العام والجماهير والمسؤولين في الانديه عن ملء الاستادات بالجمهور مره ثانيه. احنا وصلنا لفين في الملف ده، والشكل اللي هنبدا بيه الموسم اللي انتهيته الى التنسيق مع الجهات الامنيه ومع ادارات الانديه على ان ده العدد اللي هيبدا من بدايه الموسم من الجماهير بالحضور؟ طبعا طبعا ده اهم سؤال طبعا، انما انا ما بحبش اخش في موضوع الجمهور من بعد الدوري ما رجع من 5 6 سنين، لان كل كلام تصورات. الناس كلها بتحلم ان الجمهور يرجع، الناس كلها بتعمل تصورات، بيعملوا ورش عمل، انما انا ما بخشش في الحاجات دي الحقيقه، انا ما بضيعش وقت. في الاخر هو قرار امني، هو اللي هيحدد. كلام طلع قالوا ان الاتحاد الافريقي قال لازم 80% من ساعه المدرج في مباراه الاهلي بتاع بكره، ولقينا برضه ان الامن يقول لا 10,000 رغم ان الاستاد بياخد 80,000. فكل الموضوع ده موضوع امني. لما الامن ياخد القرار النهائي بعدد الجمهور، عشان كده انا في الشروط اللي هتطلع بكره قلت للانديه ايه؟ هنوافيكم بعدد الجمهور اللي هيحضر لما تيجي التعليمات الامنيه. لان مهما احنا هنتكلم وهنقول في معلومات الامن هو اللي عارفها، في الاخر قرار الامن. ولا قرار اتحاد ولا قرار نادي ولا قرار حد خالص. هو في الاخر يقول لك العب ب 4,000، هتلعب 4,000، خش 500. بشكرك على صراحتك يا كابتن عامر، بشكرك على صراحتك في اجابه السؤال ده، وان شاء الله تكونوا موفقين رغم الضغوط اللي اشرت اليها في بدايه الحوار. وبشكرك جدا على المشاركة معنا في الحوار كابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان البداية تكون موفقة وان الامور تنظيميا والتغييرات اللي اشار كابتن عامر الى ان ارتباطات الفرق المصرية اللي هتكمل ان شاء الله في البطولات